مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. صباح جديد سعيد عليكم يا رب، وايام مباركه دايما علينا بالخير واليمن والبركات في هذه الايام المباركه. طبعا كلمه لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: لن تترك العاصمه القديمه وسط هذا الخراب، ولن تتوقف عجله التطوير التي بدات بالفعل في اتخاذ مواقعها بقلب القاهرة. ودي زي ما قلت دي كلمة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال وضع تصور لتطوير منطقة وسط البلد أو ما تعرف بالقاهرة التاريخية. عندنا أجزاء من القاهرة التاريخية مختلفة، عندنا القاهرة الخديوية اللي هي وسط البلد ومنطقة التحرير والمنطقة اللي حواليها طبعا قصر عابدين وغيره، عندنا القاهرة الإسلامية ودي ممتدة على مناطق كبيرة من القلعة وحوالين القلعة ووصل حتى كورنيش المعادي، عندنا القاهرة المشتركة اللي فيها إسلامية ومسيحية ويهودية مع بعض، القاهرة نفسها عندنا المناطق القاهرة مصر القديمة اللي ممتدة لغاية الجيزة ومنطقة عين شمس وغيرها. القاهرة طبعا امتداد لأنواع مختلفة من الحضارات الممزوجة ببعض. فتطوير هذا الامتزاج الكبير لازم يكون له تصور، وتصور واضح وحدود لكل منطقة حتى التدخلات فيها تبقى واضحة، عشان كمان الضيوف اللي هيجولنا يبقوا عارفين دي ايه ودي ايه وهكذا. فالتصور دوت احنا هنتكلم فيه النهاردة مع الدكتور مصطفى الروبي، أستاذ دكتور الإرشاد السياحي وعضو اتحاد الأثريين المصريين والمؤرخين العرب. صباح الخير يا دكتور، أهلا بك. صباح النور يا فندم، صباح النور. خلينا الأول نطلع تقرير نعرف الناس احنا هنتكلم عن ايه عشان يبقوا ماشيين معنا في الحوار. تفضل. أولت الدولة اهتماما كبيرا بالحفاظ على القاهرة التاريخية عبر مشروع تطوير القاهرة التاريخي، وتشمل أعمال التطوير 149 أثرا بمناطق الجمالية والأزهر والغورية والضرب الأحمر وباب الوزير، بالإضافة إلى بعض مشروعات الترميم المستقلة مثل مسجد أحمد بن طولون وبيت السادات وقصر محمد علي بشبرا وسور مجرى العيون ومجمع الأديان ومشروع إحياء منطقة السيدة زينب. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية للعمل على حلها واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، مؤكدا في الوقت ذاته أن ما سيتم تنفيذه من أعمال التطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك المناطق الأثرية. جدير بالذكر أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لن يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة فقط، بل إحداث تطوير شامل متكامل يقوم على مجموعة من الثوابت، منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، إلى جانب الحفاظ على النسيج الحضاري الذي يميزها، وكذلك الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من تميز هذه المنطقة. أهلا بكم مرة تانية، وتابعنا هذا التقرير. ورحم مرة أخرى بالدكتور مصطفى الروبي، أستاذ الدكتور الإرشاد السياحي عضو اتحاد الأثريين المصريين والمؤرخين العرب. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. يعني موضوع تطوير القاهرة تاريخية وتقسيمها إلى مناطق ده موضوع قديم مش جديد، اشرح لنا هذا المشروع وايه الجديد اللي احنا ممكن او اللي الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي تقدر تحطه او حطته في هذا المشروع الجديد. بشكل بسيط، هو فعلا زي ما حضرتك اشرت ان هو مشروع مش جديد. المشروع اتذكر على طاولة حكومات مختلفة قبل كده، بدأوا من الدكتور فاروق حسني لما جه طور شارع المعز بقرار فاطمية. بعد كده عندنا مشروع القاهرة الخديوية في وسط البلد، بس بعد كده بقى على طاولة الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الجديدة هو تصدى الموضوع كبير جدا القاهرة كلها. فده الأول مرة نتصدى لهذا الكم والحجم من عدد السكان ومناطق بتمتد في حوالي 8 كيلومتر من أول الفسطاط جنوبا من عند جامع عمرو بن العاص حتى شمالا منطقة باب زويلة وباب الفتوح وباب النصر، منطقة كبيرة جدا طبعا يقطن فيها 10 مليون نسمة، مناطق صعبة الدخول فيها بشكل بسيط. يمكن السينما زمان صدرت لنا بعض المعلومات المغلوطة مثلا عن منطقة البطنية اللي في ظهر الأزهر الشريف، ان لو الحكومة دخلت مش هتعرف تخش. في أفلام مصرية جميلة، بس يعني احنا للأسف الشديد المنطقة فعلا لو كان حصل فيها حريق
كان صعب جدا الدخول. فصدت الحكومه لتطوير المنطقه بالكامل وتقسيمها لمناطق عاجله في التطوير ومناطق مؤجله في التطوير. نبتدي بالمناطق العاجله زي المنطقه المحيطه بجامع الحاكم بامر الله وتم تطويرها بالفعل، منطقه جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، منطقه درب اللبانه حوالين جامع الازهر ومسجد الحسين، ومنطقه باب زويله وحاره الروم، ومنطقه شارع الدرب الاحمر. يمكن من سنتين او ثلاثه شفنا دكتور مدبولي كان راح قعد مع الناس واتكلم معاهم عن التطوير، وكانوا الناس خايفين ان هم مش هيكونوا موجودين، قال هيشيلوهم و و و وطمنهم، وقعد معاهم في الشارع. واحنا لو فاكرين ده كان من سنتين او ثلاثه. مظبوط يا فندم، مظبوط. بنسمي المشروع ده مشروع البشر والحجر، لانه مشروع متكامل. انا مش قصدي ان انا اطور المكان ان انا هشيل الناس اللي فيه، لا بالعكس تماما. انا المقصود بالمكان بتطوير المكان التصدي لمشكلات ازليه كنا احنا عجزنا عن الايه؟ عن حلها. فمثلا تطوير العشوائيات، انا لما اجي على منطقه عشوائيه زي منطقه بطن البقره مثلا، وتحط مكانها مدينه او منطقه تلال الفسطاط، منطقه زي تل عقارب وتحط مكانها روضه السيده زينب، لما اجي انا كمواطن مصري اكون ساكن في منطقه عشوائيه ويتعرض عليا شقه جميله في منطقه متكامله المرافق والخدمات، ارفض ليه؟ صحيح، ارفض ليه؟ بالعكس، ده انا ليا ولاولادي مستقبل باهر بعد كده. فالتطوير هنا متكامل. انا قصدت تطوير المنطقه الاثريه، قصدت تطوير الشوارع، البنيه التحتيه، قصدت كمان ان حتى معلش انا اسف كلمه حضرتك، لو ليك ورشه صغيره بس نشاطها غير مناسب للمنطقه زي سمكري مثلا، سمكري سيارات في المنطقه دي صعبه جدا طبعا، طب ليه ما نعملوش منطقه تانية ونطلع الانشطه المخالفه لنشاط السكان السياحي ونعمل لهم منطقه مختلفه بعيده مش بعيده شويه على محور جان السادات، بيتم عمل منطقه من 80,000 80 فدان. المنطقه دي مدينه سكنيه صناعيه بالدرجه الاولى لكل الحرفيين اللي موجودين في منطقه القاهره التاريخيه، ما بعتهمش كتير. حلو جدا. بس وحتى لو بعتهم كتير بس انا موفر له العمل بديل مناسب بالسكن، بديل مناسب، هو محتاج ايه بالظبط؟ بديل مناسب. في المقابل بقى، في المقابل هيتم تطوير المنطقه. واحد، مش دهان وجهات زي ما الناس بتقول، بس ده بيدن وجهات. لا لا بالعكس، انا لما باجي الاقي المنطقه الشعبيه دي الجميله، مش منطقه عشوائيه، منطقه شعبيه، الصرف الصحي فيها مش مظبوط، اطور الصرف الصحي بحيث ان كل المنطقه المياه الجوفيه فيها ما تضربش في الاثار، تمام. اما اجي اطور فيها الشوارع، اركب فيها اخلي فيها ممشى وطفطف، يبقى فيها وسيله مواصلات محترمه ومرموقه. كان عندنا زمان السياح صعب جدا يخشوا المنطقه دي، طبعا بيبقى فيه صعوبه رهيبه جدا. كانت الاتوبيس السياحي يعني يمكن مقالب القمامه كانت امام الاثار وامام بالزبط. المساجد الاثريه. حضرتك لو تفتكر مثلا من 10 سنين عشان اتوبيس سياحي يخش منطقه الحسين كان صعب الدخول والخروج، صعب الدخول والخروج، ثلاث اربع ساعات ندخل وثلاث اربع ساعات بالظبط. فانت حتى يعني حتى المصريين مش الاجانب كمان. وبعدين في ميزه دلوقتي احنا في وزاره السياحه والاثار هنعمل حاجه اسمها التايم ماشين. التايم ماشين ان هو لو دخل شارع المعز في قدامه اثر يعود لايه؟ 1000 سنه. الاثر اللي بعديه يعود ل 500 سنه، ودي حاجه خاصه بينا احنا بس. هيشوف اثر مملوكي، اثر عثماني، اثر فاطمي، اثر كذا، اثر كذا، فانا بعديه على العصور كلها كانه راكب اله الزمن. طيب افتحلي هنا في النقطه ديت عشان برضو دي كان عليها جدل كتير. ويمكن كان المشروع زي ما قلنا هو قديم جدا ومن ايام فاروق حسني تمام السابق او الاسبق مبارك، كانوا اتكلموا ان هم عايزين يهدوا العمارات الجديده ويخرجوا السكان، يفضوا المنطقه من السكان ويعملوا حاجات، لو هيعملوا محلات او بازارات يحافظوا على الحاجات الاثريه، واغلب العمارات ديت او الحاجات ديت تحتها اصلا بيوت اثريه قديمه. تمام. فكان دي الفكره، هل الفكره دي ما زالت قائمه ولا احنا هنحافظ على العمارات بشكلها الجديد، يبقى الجديد مع القديم؟ فرايك انت ايه الاحسن؟ لا هو مش رايي انا، ده راي اللجنه. تمام. اللي شكلت من وزاره الاثار ان احنا هنزيل كل ما يقف امام الاثر ويعوق رؤيته. تمام. كل ما يقف امام الاثر ويعوق رؤيته، وبالتالي ده مش عوق للسائح بس، ده عوق للمصريين كمان طبعا. فانت بالتالي لا، الاثر البناء ده بني في غفله من الزمن. فبالتالي ممكن ساعه الثوره طبعا المنطقه دي كان فيها كميه بناء بشكل عشوائي رهيب. صحيح. فاحنا الحكومه قررت تدمير اثار وبهدله، فالقرار طالع بالتطوير والتجميل. مش الهدم، انا مش ههدم الا البيت للمنفعه العامه. اما البيت اللي هدمه مش هينفعني اهده ليه؟ بالعكس، انا بطور المنطقه لسكانها.
بعمل لهم ورش حرفية، بعمل لهم مدرسة نسيج، بعمل لهم مدرسة تراثية حرفية في المنطقة نفسها. فأنا بكمل الصورة ليهم، بجمل لهم الصورة، عشان كده هم هيشاركوا معايا، مش ان انا هخرجهم من المنطقه اجيب ناس ثانيه وهعملها مولات اقتصاديه. بالعكس، زي ما الناس قالت للاسف الشديد في بعض المواقع على النت او بعض الناس اللي مش حابه البلد يعني بتفسر اي مشروع الحكومه بتحط ايديها فيه على انه مشروع هدم، مشروع تدمير، وبتفسرها مشروع طرق وكباري بس. الله، طب ما تيجي نبص مثلا منطقه شارع المعز ومنطقه حاكم امر الله، لما تم تطويرها المنطقه اللي هدمت قدامها مجموعه بيوت، تمام، هيتعمل فيها ايه؟ واحد، منطقه لركن السيارات عشان العربيات السياحيه لما تخش، اتنين للطفطف عشان ممكن يتمشى بيه، انك تنتقل في مسافه 2 كيلو على رجليك ممكن تبقى تقيله على بعض الناس كبار السن خاصه. ثلاثه، هيكون فيها منطقه بازارات سياحيه. اربعه، منطقه حرف تراثيه لشارع المعز نفسه، دعم لمحلات شارع المعز نفسه. تمام، فبالتالي انا ما هددتش البيوت عشان ابيعها مولات. صحيح، ما يعني ده للصالح العام، للصالح العام. ما عدا ذلك اللي على الشارع نفسه ما تهدمش، اللي بعد الشارع ما تهدمش، فبالتالي الناس ساكنه هناك والمساكن والمدارس موجوده كما هي في شارع امير جيوش مثلا، وجوار شارع معز. حبايبنا واهالينا ساكنين هناك وبنشوفهم وبنعدي عليهم كل يوم، الدنيا جميله جدا هناك ومبسوطين جدا من تطوير الشارع. لما كان مثلا بيبقى مبسوط مثلا لما كان الصرف الصحي بيضرب عنده كل يوم، لما كانت المايه مش متوفره، لما كان مش لاقي مواصلات يركبها. بالعكس، ده هو دلوقتي مبسوط جدا لما لقى مواصله كويسه، لما لقى نفس كويس يتنفسه، لما لقى حدائق قريبه منه، لما لقى متنفس، لما لقى رزق جديد داخل المنطقه من السياح اللي داخلين. يعني لا، الموضوع خلينا نطرح وجهه نظر ثانيه. وبعض الناس قال لك احنا عايزين نعمل زي بره، تبقى منطقه سياحيه كامله ما فيهاش سكان، هو كل اللي موجود فيها نخرج منها السكان ونرجع الاثار زي ما كانت بشكلها الطبيعي، تبقى منطقه زي ما حضرتك قلت كده، انا داخل في التايم ماشين او داخل منطقه ارجع بيها لألف سنه ورا، احس ان انا عايش في هذه الاجواء، ويبقى الناس حتى اللي شغالين او حتى اللي موجودين يلبسوا زي مثلا اللي كان موجود في هذه المنطقه. بس بقى مش عايز عمارات جديده، عايز احاول ارجع البتاع، اعمل لهم حتى لما اعمل بازارات مثلا بتاع الخيامية، يبقى السوق بتاع الخيامية اللي متغطي من والناس تعيش، يبقى هو جاي يعيش في زمن، هو مش جاي عشان يشوف الأثر ده بس، لا أنا عايزه يجي يعيش الجو العام. مصر كانت زمان عاملة ازاي؟ جميل، الحكومة فعلا بتنفذ حاجة بتقول بالظبط، تمام، إن هو إذا قامت بهدم بعض البيوت وبناء أخرى تبنى بطريقة إسلامية، زي روضة السيدة زينب، زي منطقة الفسطاط، تبنى بطريقه وتراث تبقى ماشيه مع التراث مع المنطقه نفسها بالظبط، فاهم الشكل الديزاين او الحضاري بتاع المنطقه كله بالظبط. ده ما احنا اتفقنا، هو تطوير للبشر والحجر، تمام، يعني انا مش بطور الحجر وخلاص، لا ده انا بطور كمان معاهم البشر ليتوائموا مع المشروع عشان يبقى مشروع متناسق مع بعض. خلينا امسك في الحته دي عشان بما ان حضرتك طبعا ارشاد سياحي، خلينا نتكلم في فكره تطوير البشر عشان يعرفوا يتعاملوا مع السياح. جميل، لان دي نقطه، خليني اكون صريح معاك، ويمكن عشان احنا بنقابل عرب واجانب كتير، الناس بتشتكي من سواق التاكسي، بتشتكي من حاجات كتيره، يمكن عشان كده انتشر عندنا الشركات الخاصه بتاعه التوصيل. ازاي اطور الناس عشان تبقى مصر سياحيه متكامله؟ جميل، انا هكلم حاجة بقى من منطلق تجربه شخصيه، لان انا كنت ساكن هناك في الفتره دي مثلا من 3 سنين فاتوا ولسه ناقل يعني، تمام. فانا كنت ساكن في منطقه شارع الدرب الاحمر قصاد جامع ابو حريبه اللي مرسوم على 50 جنيه من اهم اثار شارع الدرب الاحمر ودرب التبان. المنطقه دي الحكومه لما جت تطور بدات تتكلم مع الناس، وانا كنت واحد من السكان عايزه تقنع الناس، لان معظمهم حرفيين، يا جماعه احنا هنطور في الدرب يا جماعه مش عارف ايه، في خوف رهيب جدا كان من الناس نفسها على الانتقال من المكان، على لقمه عيش ورزق والكلام ده كله. والمنطقه دي كلها ورش ومناطق بتعمل حاجات كلها صناعات قديمه، فالحكومه بدات تمشي بالعكس، طب اوفر له المكان الاول واوريه له، هو ده الصح، فما يقلقش مني. وبالتالي انا الحكومه اللي بدات تعمل مشروع بالشكل دوت، زي مثلا روض السيده زينب، منطقه تل عقارب دي كانت منطقه موبوءه صعبه جدا، فلما ازيلت واتحط مكانها روضه السيده زينب والناس شافت بعينيها، اما تيجي بتعرض على اي حد بقى في منطقه ثانيه، هديك شقه بالمساحه دي، هديك شقه مجهزه، هديك شقه كذا، هديك شقه كذا، ومحل كمان لحضرتك، بيوافق فورا طبعا لانه شاف بعينه، شاف غير الكلام.
غير الكلام، لان الكلام للاسف الشديد ما بياكلش زي ما بيقولوا طبعا يعني. الفعل هو اللي بيبقى على ارض الواقع بيفرق كتير. فالحكومه تصدت للمشروع فعلي وواقعي، فعلى ارض الواقع الناس في المنطقه هناك تفاعلوا بقى مع الموضوع. واحد، السيدات اللي في المنطقه كمان بداوا في مشروعات يدويه حلو. وده شيء رائع. بدا في مدارس للنسيج والحرف اليدويه موجوده مثلا في شارع المعز، وموجوده عند متحف النسيج، وموجوده في شارع الدرب الاحمر لاهالي المنطقه اللي حابين. صحيح، وفي جامعات خيريه كتيره بتشتغل هناك بالظبط كده يا فندم. بدا كمان في ورش حرفيه لصناعه خزف وحاجات وفخاريات ونحاسيات والكلام ده كله، ولينا حد كان شغال هناك وتعلم والكلام ده كله. فبدات الصناعات هناك تتحول تدريجيا لصناعات مغذيه للحرف اليدويه في المنطقه تدريجيا. وما عدا ذلك بدا ينسحب من المنطقه لان هو بيعملوا بديل اخر، اللي هم السمكريه والحاجات اللي ما تتناسبش مع هذه المنطقه. بالظبط. طيب دول الناس اشتغلوا بايديهم، انا عايز الناس اللي هتتعامل بشكل دايركت، وانت طبعا راجل بتاع ارشاد سياحي، واحنا بنتكلم بقى في فكره رفع ثقافه التعامل مع السائح، سواء السائح ده يعني ما عملش الاجنبي احسن من المصري، ما عملش العربي احسن من المصري. السياحه الداخليه للاسف ما عندناش اهتمام بيها. السائح يعني انا لما انزل شارع المعز غير لما واحد اجنبي ينزل شارع المعز. اكيد لما اول حاجه الحكومه تحدد التذاكر فدي شيء فير للجميع، فما حدش هيلعب مع حد في التذاكر. التعامل اليدوي بقى في بيع المنتجات لما تحط لها اسعار والكلام ده كله هتفرق كتير في عدم استغلال. اما موضوع المواصلات داخل شارع المعز مفيش مواصلات تماما، فبينزل السائح معاه الجايد اللي معاه. ده اكبر حد ممكن يفيد السياح في التوقيت ده. واحنا بنوصيهم بصراحه ان هو يعني بيبقى فير معاهم عشان عشان يجي تاني. طبعا عشان يجي تاني لان هو ده سفيرك بره الوقت. بالظبط. في شارع المعز في اماكن كتير جدا ممكن يخشها السائح وينبهر بيها، بس هل ينبهر وهيكلف نفسه يجي تاني ولا لا؟ لو حس التكلفه عاليه جدا. بالنسبه للسياحه فاحنا جالنا عدد كبير من السياح. لما اتطور شارع المعز بشكل افضل السياح بداوا ايه؟ عددهم يزيد. لما اتحط مسار جديد في مسار شارع الدرب الاحمر من اول الازهر لغايه الدرب الاحمر نفيس البيضة لغايه باب الحطابه في القلعه، ده مسار جديد جدا اتحط على مسار الزياره واتطور الطريق، برضو اضاف حوالي 1000 او 1500 سائح في السنه ما كانوش موجودين. فاحنا بندخل طرق ومسارات جديده وجمعيات المجتمع المحلي بقى في المنطقه هناك بتدعم المشروع وبتنزل توعي الناس الاهالي. انا شفت بعيني حد بيعدي على السوق في السيدات وبيكلمهم، والرجاله بيقول لهم يا جماعه لو حد عدى عليكم من السياح ما تضللوهوش، ما تعملوش معاه حاجه غلط، ما تقولوش حاجه غلط. طالما انت مش عارف قول له اي دونت نو خلاص. كلمه اي دونت نو هيفهم منك ان هو انت مش قادر تدله، فخلاص الموضوع خلص. في كتب جايدز معروفه بتنزل في المنطقه هناك والموبايلز دلوقتي وهم بينزلوا بالابلكيشن بتاعتهم. بالظبط كده. يعني برضه فكره عوامل المساعده، تطور العوامل المساعده بشكل حتى كبير حتى ينتهي المشروع. لان لما ينتهي المشروع اعتقد الحكومه هتحط مفتشين اثار في المنطقه بعدد اكبر شويه لارشاد ووضع ادله ارشاديه اكتر في المكان. المكان ده صعب جدا. خلينا اسالك برضه على سؤال يعني هم يقعدوا فيه اصلا يعني. التكنولوجيا الجديده والاوجمنتد رياليتي ممكن نشوف الحاجات دي موجوده في شغلنا؟ ما احبهاش لسبب بسيط يعني. ممكن احط مرشد سياحي الكتروني قدامي ومش محتاج المرشد، بس هو كل مرشد عندنا ليه تيبه وليه اسلوب وطريقه. لا ما على كده. دي نمره واحد. ان انت في الاوجمنتد رياليتي انت بتستخدم الموبايل فيطلع لك المعلومات عن المكان لو حد حابب ان هو يستخدم. ما ده اللي بتكلم فيه. هل انا ممكن ده ممكن اجيب مرشد اجنبي وانا جاي كمان معايا؟ طبعا دي مشكله. ده اللي بنتكلم فيه بقى مع اولادنا المرشدين الجداد. لازم يكون عندك لغه كويسه، طريقه مختلفه، معلومه جديده. هو ممكن يكون قاري كلمتين اصلا في الكتاب اللي مديلك في الكتاب. يعني مش فارقه معاه كتير. ايه اللي يخلي السائح يقف مع حضرتك ويستمع للكلام اللي حضرتك بتقوله؟ طريقتك، اسلوبك، اللغه طبعا لازم تكون كويسه. طبعا. بس كل مرشد سياحي ليه تميز في حاجه معينه. صحيح. بتفرق من واحد للتاني. فده اللي بيخلي الشركات بتتهافت على مرشد معين، لان الجروب بيركز عليه جامد، وهو بيشرح كمان بيقول حاجات مش موجوده في الكتب. طبعا. خليني اسالك سؤال اخير، وفكره التكامل
ما بين أنواع السياحة المختلفة، وخاصة إن القاهرة مليانة أنواع زي ما قلنا، يعني ممكن واحد يجي عشان سياحة إسلامية بس أنا حوله يروح مثلا يزور الأهرامات، يزور النيل، يزور تمام. فكرة التكامل وعمل التكامل ده بشكل ده بقول لحضرتك عليه، كان فكرة تايم ماشين جوه شارع المعز بس الأول لوحدها، بس في فكرة تانية بقى اسمها تايم ماشين إن داي، يعني السائح هنقوله في الراوند بتاعه كده، أنت صباحا هتزور أثر يوناني روماني في القاهرة، جميل، ولنفترض حصن بابليون، بعد الظهر هنطلعك بعديها ب 500 سنة هتزور حاجة في شارع المعز، جميل، آخر النهار هتتعشى على الأهرامات اللي بتعود لكام ألف سنة، حلو قوي، صباحا هنوديك اللي مش عارف إيه، فده بنسميه راوند. بكرة بقى نختلف مثلا نوديك الغردقة كده. فتعرف في الراوند بتاعه كده مكتوب إن أنت هتزور أثر يعود ل 4000 سنة، الراوند اللي بعديه هتزور أثر يعود ل 200000 سنة، ل 2000 سنة، كذا 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 كذا، وجنبيه نبذة صغيرة كده أهو، ده بيدي ادفنتشر للسائح. طبعا. طب هو ايه اللي هشوفه ده؟ وهنوديك مثلا معقول ده كله في مكان واحد؟ نوديك بالمسيحيين، نوديك شجره مريم، نوديك مش عارف ايه. اليونسكو نفسها لما جت سجلت القاهره سنه 79 على قائمه التراث العالمي كتبت كده بالنص ايه؟ انها مدينه فريده من نوعها في العالم. طبعا. بايه بقى؟ باثارها المتنوعه وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم، كتبت كده. فبالتالي ما ينفعش الاثنين دول ما يبقوش موجودين. صحيح. صحيح، مع البشر لأن والحجر، لان السياحه اصلا هي معتمده على البشر قبل الحجر زي ما حضرتك تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى الروبي، استاذ دكتور الارشاد السياحي، عضو اتحاد الاثريين المصريين والمؤرخين العرب، شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله لما يكتمل المشروع اكيد هنستضيفك تاني ونتكلم على مشروع بشكل اوسع. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، نورتنا، الله يخليك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ده كان حوارنا الاول، حوارنا الثاني بعد قليل هيكون مع الزميل محمد عبد الحكم، ما زال هذا الصباح مستمر معكم، ابقوا معنا.